بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل ما يسمى بالقاضي الشرعي لتنظيم داعش في مدينة الموصل القديمة بعد مواجهة مسلحة دارت بينه وبين القوة الأمنية المداهمة لمكانه. وأوضح الفريق رائد شاكر جودة أن قوة تابعة للشرطة الاتحادية اشتبكت مع المدعو أبو الحكم الأعور في الموصل القديمة، مضيفا أنه كان مختبئا في أحد سراديب أمنية شارع مكاوي. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على 60% من المساحة الإجمالية لمدينة راقة السورية، حيث تدور اشتباكات عنيفة داخل أحياء المدينة كحي نزلة الإشحادة وحي هشام بن عبد الملك بين مقاتلي حملة غضب الفرات وتنظيم داعش، إلى أن استخدام تنظيم المدنيين المحاصرين داخل المدينة كدروع بشرية يشكل عائقا أمام تقدم قوات سوريا الديمقراطية. أعلنت مصادر عسكرية يمنية بدء عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة في محافظة إبين شمال شرق عدن، وتخوض القوات الحكومية بدعم من التحالف العربي بقيادة الإمارات والسعودية معارك ضد التنظيم أسفرت عن طرده من محافظة شبوة مطلع الشهر الجاري. أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اعتقال الشرطة للمشتبه به في هجوم على جنود فرنسيين في أحد ضواحي باريس، وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم توقيف المشتبه به إثر إصابته برصاص الشرطة على إحدى الطرق السريعة شمال باريس. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الترسانة النووية لبلاده هي اليوم أقوى من أي وقت مضى. وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر أن أول أمر أصدره كرئيس هو تحديث الترسانة النووية الأمريكية، آملا أن لا تضطر واشنطن يوما إلى استخدام هذه القوة، في إشارة إلى تصاعد حدة التوتر مع كوريا الشمالية. صادر ضباط من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وثائق ومواد أخرى من منزل بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي المداهمة في إطار تحقيق يجريه مستشار خاص في تدخل روسيا المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. سيغيب اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز عن صفوف نادي أرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز في أول جولتين بسبب تعرضه لإصابة في البطن خلال المران. ولم يشارك سانشيز الذي ينتهي تعاقده العام المقبل في فوز أرسنال بلقب الدرع الخيرية على حساب تشيلسي بطل الدوري يوم الأحد الماضي. وذكرت تقارير أن سانشيز قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان، لكن المدرب فينجر يصر على بقاء اللاعب مع النادي اللندني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.